معقول الاجتماعي الدفاعات الطرابلسية محمد عبده ممكن يسدد بيوسع نفسه بيسدد مباشرة باتجاه المرمى محمد عبده بتسديد من خارج منطقة الجزاء خدعته تماما لمراد خلف مرت من امامه على الجهه اليسرى وعلى يساره تماما محمد عطوي جرب اكثر من مره بالشوط الثاني مع بدايه الشوط الاول الاضافي شوفوا الفرحه الانصاريه شوفوا فرحه لاعبي الانصار وفرحه جمهور الانصار على المدرجات بمواجهه المنصه الرئيسيه لملعب طرابلس انتظروا كثيرا الانصاريين حذرت الطرابلسيين اللي بضيع هيك نوع من الفرص ممكن شباكه تهتز ايه صح ممكن تهتز محمد عطوي بتسديد من خارج منطقه الجزاء خدعته تماما لمراد خلف وسكنت شباكه واعلنت اول اهداف اللقاء محمد عطوي امر منه غريب على العطوي عاده محمد عطوي بيسدد من خارج منطقه